طب ايه ما اخذك على اداره الكابتن محمود الخطيب للنادي الاهلي دلوقتي؟ خسارته لتركي آل الشيخ. هذا الرجل محب للخطيب قبل النادي الاهلي، زي الامير عبد الله الفيصل الله يرحمه، كان يقول لك انا صلحاوي قبل ما يقول اهلاوي. بص الحب لفين؟ صالح سليم. طبعا. لا صالح سليم ده قصه تانية خالص. يعني كان يقصد صالح سليم. كابتن صالح، صلحاوي على صالح. فهذا الرجل يعشق حاجه اسمها محمود الخطيب. ويعشق حاجه اسمها النادي الاهلي. طب ايه اللي حصل؟ ما هو ده اللي هو ده السؤال، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حصل عدم توافق او عدم اريحيه للنادي الاهلي وتركي آل الشيخ. ودايما اهلنا في السعوديه واخواتنا في السعوديه يا استاذ عمرو، هناك في المملكه اللي بيصرف هو اللي بيدير، اللي بيدفع هو اللي بيدير. لما تجيب راجل يدفع 260 مليون جنيه في 5 اشهر ويقول لك اعمل كذا، تقول له لا. فالنظام ده ما بيمشيش في النادي الاهلي. في مدير كوره هو المسؤول، في مدرب هو يقول العب ولا ما العبش، في مدير عام نادي، في مجلس اداره ياخد قرار مش قرار شخصي. عشان كده طول عمري بقول ايه، النادي الاهلي مؤسسه مش فرد. معنى كده انه يعني الكابتن محمود الخطيب كان على حق، في حاجات فيها على حق وفي حاجات كانت ممكن تتداوى، خاصه ان كان الهدف الرئيسي، وانا قلت له في الانتخابات انت لو ما عملتش غير استاد النادي الاهلي كفايه عليك، لا بطولات بقى ولا بتاع ولا ولا ولا, ولا. وكان المستشار التركي آل الشيخ هيعمل ده. انا عمري ما شفته ولا كلمته وما اعتقدش ان هو يعرفني يعني. لكن انا طول عمري يا استاذ عمرو اللي يحط طوبه في النادي الاهلي لازم يضرب له تعظيم سلام. وانا كنت بزعل جدا لما الراجل بيتشتم، كنت بزعل جدا لما الراجل بيتهان. المفروض ونادي الزمالك، خلينا نتكلم بصراحه، مرتضى منصور لعبها بحرفنه بمعلمه. كنا احنا نادي الكفيل، دلوقتي انت نادي ايه؟ ما انت خدت قشيت كله. وده ذكاء، ده ذكاء من مرتضى منصور ان هو لم الليله. ومن اللي ضد النادي الاهلي او من المنافس، مش عايز اقول ضد لان احنا بنلعب كوره بنلعب رياضه، نادي الزمالك. فكبر نادي الزمالك، جاب لعيبه على اعلى مستوى، احسن لعيبه في مصر دلوقتي في نادي الزمالك وفي نادي بيراميدز.